ورحب فيكم في الحلقة الثانية من الجزيرة العايمة. لكن أنا هايل هايل اللي يطلع من روحي، يعني أسوي الجزيرة ترى مش حق الزومبيز والله. بس أشوف شو حله. طبعا سويت شغل بسيط من اليم، شيء عشوائي بسيط، بعدين بكمل عليه. لكن شو شيارة، شو شيارة، شو الجزيرة بدون ولا بلي شير في الموضوع كله؟ صح، لازم يكون في شير عشوائي، لازم يكون في شير عشوائي حول الجزيرة، لأنها جزيرة عايمة يعني في النهاية. لو سمحت طيح، شكرا. انزين، لازم يكون في شير عشوائي. الشير العشوائي هذا راح يعطي منظر، طبعا بيكون غير عن الشير المزور، لأن هذا حول الجزيرة، هذا حول الجزيرة داخل. بس ما اعرف شو سالفة السبون، بشوف بعدين. حطيت توي الحين حطيت تورشز على اساس ما يسوون سبون، ان شاء الله يساعد. يعني شكله هني هم خاطرهم يسوون بس سبون على الجزيرة هاي، لان في الوضع الطبيعي يكون عندك بيت في ماينكرافت وتسوي له سبون ولا تسوي تورشز، سوري، ما يسوون سبون عليه. هذا الشير بيطلع عليهم. وعندنا الشير الثاني اساديا سابلنج، هذا الثاني بحطيه هني. وين قلت لكم؟ جنب الممشى، على اساس يطلع مجموعة شير. طيب طبعا هني زرعنا الليتات اللي داخل سويناهن، هني بعد يبالنا 3 شيرات، يكون جميل جميل. يبالنا ريد فلور، جزيرة الحب العائمة، شيتي تشوفوا حول الشير هذا كله. بيتمشون الناس هني على الحافة عند الورد، جميل يعني، جميل جميل. احترقوا، الله يحرقكم، احترقوا فكونا. بسوي بيوت، البيوت تكون ريد بريك، او اسوي بيت صغيرون. بس لحظة قبل البيت، بيت بلية فنس ما ينفع، صح؟ بيت من غير سياج ما منه فايدة. نبى سوي سياج حق ابنه وحق البيت. فنس فنس فنس، شيء يكون مناسب للثيم مالنا. يعني يوم بسوي فنس حديد مناسب لون الأرضية الصراحة. أنا أشوفه في عنا الخشب سادية فنس، هاي الحلوين الغامقات، هاي الوايد حلوين. لحظة، مشكلة الكريتيف عادي واحد كسر الدنيا وهو ما يدري. شوفوا عادي واحد كسر الدنيا، سهلات. الحمل المعفن هم منه فايدة اصلا، هني في الكريتيف هم منه فايدة. اللحم كله، الجزيرة العايمة لازم يكون حولها شيء من الحماية، ولا الناس بتطيح من فوق، صح؟ بعدين اذا بحطي انا شيء مثلا جسر ولا غيره، عادي ارمي بطل باب فنس، ما في مشاكل. هذا بين شبل هني، شو باي هني ما بسوي شيء، لان اصلا البيت هذا كان بس فنس هني، والباقي راح يكون بيت اصلا، باقي راح يكون بيت. حتى هني من الحكمة اني اعبي، ما يوصل يوصل، حتى هذا بعبيه خلاص. على فكرة ما موتة، طلعت الشمس، مفروض انت ميت الحين. ب
بنحط السياج هذا لونه غامق حلو. الله يخص صوتك. عندي مشكلة صوت ماينكرافت ما يطلع. عندكم شوفوا شير عشوائية. نسوي دري حولها ولا شيء بعدين. نقدر نسوي حولها اكتيفيتي شيء. ناس اللي عايشة هنا ستانس. اوكي هذا يوقف هني. بسوي اول بيوت. اول بيت بسوي بيت كبير. يشيل كمية من الناس. خلت فاضي. لازم يكون في نوع من الفراغ. لازم. لأن هذا راح يسوي له مشكلة بالطريقة هاي. فخلني صدق لا. هذه مكان قريب من الشيرة. إذا الشيرة زحمة والناس هناك متزاحمة عليها شو يقدرون الناس يجون هني يطالعون الشيرة يطالعون الدنيا. شوفوا ينطم فوقها. لا ما ينطم فوقها. ينطم فوقها شيء مو زين. ويبون العيد. الحين نمشي ونحط شو تورت حول الجزيرة كامل. من الجزيرة في الليل هاي تكون منورة مرة منورة. لازم نور ساطع. هه بدلت في الغلط. هلا دقيت رقم 2 اظني. اوكي everyone نقدر نحط التورت. واحد هي واحد لا. واحد هي واحد لا. واحد هي واحد. ها والله توصل في الشيرة. اوكي بس لا تحرق الاشيره لو سمحت. السيرة حرق الاشيره تورج. هو مفروض نظريا يحرقها. مفروض حطي تورج فوق راسك مرم. عزيزي انهض من هنا. قم من هنا. فكني. طلع من حياتي. ممكن ما تسوون سبون عندي. والله بيخربوا على الجزيرة هاي. صدق. كب. اسمع الصوت بس. اسمع. يوتس. زي الاول كنت روم معقم فوق الحين ما روم. كنت ابى احمي السكان قمت حميت الوحوش. موت موت موت. اوكي شكرا شكرا على موتتك. اوكي ممتاز السياج. الحين بنحط اول بيت. طبعا يبالنا باب. وين الباب؟ اول شي خلنا نحط الشاصي. شاصي البيوت. بيوت صغيرة ترى مش كبيرة. هذا اول بيت. وراه لازم يكون ممر. هذا بيت. هذا اول بيت. الجزيرة العائمة. طبعا بما ان جزيرة عائمة انا بخبركم شو بنسوي. ما يكون البيت سقف عادي. لا لازم البيت سقف شو يكون. اكيد ديرت. ليش ديرت؟ اكيد لان بنحطي فوق البيت شو شير. بنحطي شجر فوق البيت. فنحطي ديرت. شوفوا الديرت. اللي يشوفها من بعيدها كل الشير بتكون جزيرة. ما بتكون. ولا أقول لا بنحط الشير كبار. خلي الجزيرة تندفن في الشير. أتو
اتوقع في ماينكرافت يوم تحط اكثر من شجره يستوون جنب بعض، يستوون شجره واحده، شجره كبيره تستوي، شجرتهم كبيره. شوفوا هذا البيت اساسا، يعني البيت الاساسي هذا بس، يعني على جزيره عائمه، يعني ما في مجال ان يكون عندهم بيت اكبر اصلا، صعب يكون عندهم بيت اكبر. بيكون في بيت كبير هنا في نص القريه، لازم بيت كبير، لان هني بيسكنون 5 أو 6 أنفار. طبعا جزيره عائمه لا اتوقع بيكون فيها زحمه سكان، ما بيكون فيها زحمه سكان، في قليل من السكان بس مش وايد. يعني هاي بيكون بيت كبير، شوفوا مكبر البيت، بيت ضخم شوي. هذا بالنسبة للجزيرة هذا ضخم، ترى ما أخذ نص الجزيرة الحين. يمكن نسوي جزر صغيرة نفس جزيرة الأرباب، جزيرتي أرباب الجزيرة. زين، مدير كبير يعني، وش اسمه، ونسوي عليها بيوت متوصلة في الجزيرة. بشوف في احتمال، بس كل البيوت بشكل عام بحط فوقها شجر، والشجر هذا نفسه بحد ذاته بنوره بعدين، اساس يكون فيه نور، اساس ان الجزيرة في الليل تبين بشكل واضح. اللي فاضحنا شو الحين، بس المي اللي قاعد ينزل هذا، المي اللي قاعد ينزل. ما اعرف كم وقت عداد الحلقة، ترى ضيعت العداد وما اعرف، ساتصور بيكون شبه خلص، ما باقي وايد، بنعطيه 5 إلى 10 دقايق غير. بنزرع البيت هذا، ما بنزرع البيت، بنزرع فوق البيت مرة شجر بطريقة فظيعة. شوفوا الشجرة هاي كيف قامت تطلع، ليش راسه مكسور؟ اوكي انترستنج، ونصير نشوف شو مشكلته الحين. شجر على شجر ما اعرف اذا يخربون على بعض، هل بعضها بيتم صغير بعضها بياخذ حجم، بس اتصور كل 4 بيستون شجرة واحدة كبيرة. هذا اللي انا اتصوره. بلا انت 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 متأكد انك طالع صح؟ انا اعتقد انك غلط، يعني راجع معلوماتك يا اخي بالله عليك. هاي شيرتي تطلع الحين، هاي شيرتي تطلع، يلا شوف. ايوه شوفوا 4 استوى شجر واحدة، بخرب على الباقيين اتصور، بس اتس اوكي يعني اتس اوكي. بس ليش طلعون غلط؟ يعني هاي اوكي طلعت لها جذور، شوفوا في الوسط احتلت اماكن ربعها، بس مش كلها صح قاعد يطلعون، بس في تنوع شجري يعني، ولا تجمع طبيعي عندنا يعني في الطبيعة، في تنوع. الجزيرة العائمة، نعم جزيرة عجيبة. ونحصل البيبان، هذا البيبان ايوه، مش هذا، لا هذا الباب صراحة من الاخر. بيت احسه شوي سقفه نازل، لكن I think it's okay لانه مش في اي بي، هم بيت الفي اي بي، بس بيكون كلهم سرايرهم برتقالية. انا قررت سراير برتقالية. شوف 6 أشخاص يعيشون هني، اوكي 6 أشخاص، شو يبالهم 6 أشخاص؟ هاي يبالهم بعد غير السرير، يبالهم يقرون شيء، يقرون مثلا بوك شلف، نبقى بوك شلف بوك شلف بوك شلف
شلف هذا يبالهم يقرون شوي قراية زينة زين. حاليا هذا البيت برجع بسوي لهم شبابيك ونسوي لهم هالسوالف صار. بس خلنا حطي هذا بيت بو نفرين، هذا بيت شخصين. سرير رقم واحد سرير رقم اثنين، صغير شوي البيت بس اوكي اوكي اوكي. هذا الباب مكانه غلط. اوكي هالباب مكانه اوكي، مكانه ممتاز، مكانه منور. شوفوا بس حطينا التورتش الحين وما قاموا يجون الزومبيز، كانوا مطلعين روح الزومبيز. انا الصراحة ما كان عجبني الوضع معاهم. هاي بداية البيوت السكن في الجزيرة العائمة، قام شكلها يستوي جزيرة عايمة شوي. شوفوا ومنور تحت الماي، شوفوا 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 شوفوا. يا ويلي الصراحة أبي بلابة من هناك لين هني، أو ممكن أن نسوي مصدر للابة قريب. صبر أبي لابة قريبة من ال لابة قريبة. بشتغل بعدين على شكلها كيف ان الليبة اللي تكون، بس حاليا بحدد ارتفاعها بعدين شوي بغير شكله وهذا والدنيا واللابة وين طالعة وكيف طالعة. بنحطي حصة بنحطيها سوالف حول المكان، بس الحين مبدئيا اللي نباه ان يكون عندنا منبع لشو للابة قريب من عندنا يكون، لكن بعدين بشتغل على كيف وشلون وهذا. صبر يمكن يستعملون اللابة في صناعتهم، يحتاجون لابة، يحتاجون جسر للابة أصلا. نسوي لهم جسر لابة، جسر لابة. بس شوفوا الجزيرة قام يستوي فيها بيوت فيها أشكال، بس يبالي حتى خرويين فيها عقب. شوفوا هذا المكان الأساسي الحين تسوي بالطريقة هاي نفس الماي. نبغى مجرى حق اللابة، هو بعد جزء يعني يمكن ما يبين حتى هو اللافا كيف انها بتكون مغطاية، فاتصور حتى ما بيبين. شوف لا مكان فنان اللافا. طلعت انت اوكي، طلع عندي وحش واحد. فشنو بنسوي؟ البيوت تكون منورة، نبغى نزيد نور الجزيرة الطريقة التقليدية القديمة. هذاك حطينا يمين يسار الباب. اه حفرت، الله يخسك استوى شوي لاق. هي قاعد يستوي عندي شوي لاق. فلتموت. شكرا. زين يعني الحين كل شيء بغيت يكبر استوي عود استوى ولا هذا ما هذا. ابا ازرع شيء حول هذا. زين وصل حولهم ماي، ما اعرف اذا يفرق لكن وصلت.
وصدق ما اعرف اذا يفرق ما يفرق، ما اعرف، لكني وصلته في حال انه اذا محتاج ما يطلع، بس هاي طلع ما غير ماي قبل كل حد، ما اعرف يعني إذا. بكمل معاكم مشروع. شوف شوف يبالي اغطي اكثر شوي ولا مش نغطي؟ لا مش نغطي، بس اخر دقيقة قبل اخلص الحلقة اخلص لكم اللعبة، ما ابغى شيء يبين. الغابة هاي كامل بتحترق على فكرة، اللي تحت اتمنى اني ما احرق الدنيا كلها في اللعبة هاي، بس بنغطي انه عبارة عن عمود طويل في نص السماء وهذا تكون لافا قريب. خلنا نشوف شو قاعد يصير في الحياة تحت، الحياة البرية. صبر خلنا نشوف، سوي لنا حفرة يدخل منها اللافا يطلع من صوب ثاني. يلا حركات، نلعب في التضاريس بعد على الجنب بعد. يو شكله موضوع مطول، جيت من دربة طويلة. زين مو مشكلة، ما عليه ما عليه ما عليه، أبى أوصل الاثنين في بعض. متى بطلع؟ متى بطلع؟ أوكي طلعت. وين طلعتها؟ من جنبه على طول. ها انك تستحق الموت، موت احترق. اقول لك امسك لعبة على راسك، اني اكرهك. تضحك بعد، خلك احترق. احترقت الحياة الارضية كلها هني، نزلت تحت. شو سويت في المكان؟ شو سويت في المكان انا؟ هل منطقة ستي منطقة لابا؟ المهم نشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. على خير مع الجزيرة العالمية.